السلام عليكم شباب، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قررت ندير واحد السلسله ديال التعليق على الفيديوهات رياكشن. التعليق على الفيديوهات، غادي نعلق على الفيديوهات ونوضح بعض الامور وبعض الغلطات في تقنيات، في سواء في الفنون القتال وسواء في الدفاع عن النفس، لان بزاف الناس كيمشيو غالطين بزاف وكيشوفوا لي تكنيك على اليوتيوب وكيتصحابهم واش هذوك لي تكنيك فريمون ممكن انك تطبقهم في الواقع، وهذا غلط كبير جدا. لهذا في اول فيديو غادي نوريو في هذه السلسله هذا هو ديال واحد خونا امريكي كيدير فيديوهات ديال دفاع النفس ضد الفردي الموس مانويل بحال هكا، وكاين بزاف ديال الاغلاط كاينين في هذاك لي تكنيك وغادي نشرحوا علاش وكيفاش. بقاو معنا في هذا الفيديو هذا. Right now, some options you have that can increase your survivability. If someone placed a gun to your throat in close quarters, and this is what happens when someone wants to do some incredible harm to you, they want to take you somewhere, take you hostage, or they want to torture you. So this is a position you would find yourself in, and instead of allowing them to do that to you, or just allowing them to kill you, here's some options that may increase your survivability. What you can do, number one, is you have to move your head offline from the line of the trajectory of the bullet at the same time that you pull the wrist in. So step one, head goes back as hand is pinned in. This does not take strength because you're just pulling your hand in, which causes a lock on the wrist, which also articulates the barrel away from you. Two, your fingers go here, thrusting into the eyes, and you're thrusting forward. You're not just touching the eyes, you're actually thrusting in down. And from here, if you don't want to take them to the ground, you just redirect the barrel here, and this will give you control of the ability to use the weapon, or if you don't want to shoot them, to back them off. The choice is yours. اولا غادي نعرف بهذا الشخص. هذا مدرب ديال فنون الدفاع عن النفس الامني، كاين في امريكا وكيشرح لا تكنيك، ومن بين هاد لي تكنيك اللي كيشرح هو هاد لا تكنيك اللي شفتو دابا امامكم. والغلط اللي دار في هاد الفيديو هذا وهاد لا تكنيك هذا انه كيقول كيفاش ديزارمي واحد البيستولي هو محطوط لك هنا، يعني مسافه الصفر، هذيك نقطه الصفر هذه تتسمى نقطة الصفر. فردي محطوط هنا مستحيل انك تديزارمي، لان علاش؟ لان كيما كتلاحظوا في الفيديو ان الحامل السلاح الاصبع ديالو داخل كاين فوق الزينة دي، يعني مستعد اقل من ثانية انه يطلق، مجرد انه يتخلع ولا انه غير يخاف ولا دير شي حركة ماشي هي هذيك غيطلق عليك، يعني غادي تأدي براسك الى الوفاة، يعني الموت المحتم بدون شك فيه. وان النسبة انك تديزارمي الفردي في هذه الحالة هذه فهي 99% انها ما غاديش تصدق. الحاله الثانيه اللي غادي تصدق ممكن انها تصدق فيها هو ان هذاك اللي حامل السلاح الا ما كانش الاصبع ديالو داخل هذاك الزينات، يعني ما كانش الاصبع ديالو في الزينات، تما كتكون عندك جزء من ثانيه وخصك تكون اسرع منه باش انك توقف قبل ما يدخل الاصبع ديالو تما. وهذا ما كنظنش انه كاين شي غبي غادي يدير هاد القضيه هذه. نشوفكم في الفيديو الجاي وفي تكنيك جديده ان شاء الله. نتمنى الى عجبكم الفيديو انكم ما تنساوش تشاركوا في القناه وتبارطاجوها مع الدراري صحابكم باش انه يستافدوا. وغادي يجيو ان شاء الله فيديوهات من بعد ان شاء الله ديال الموس، ديال المضربه بالزنقه، بهذا بزاف د الحوايج غادي نشرحوهم ان شاء الله، وغادي نفسروا للناس ونحيدوا الشكوك وبعض المغالطات اللي كاينه الناس بزاف. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، خليتكم على خير، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.